اللون الازرق والبنفسجي والاخضر يعني التركواز لاحظوا درجه اللون كندير طلاء ديال السماء بفرشاة عريضه كما ترون غادي نحاول نشد نص مساحه السماء لاحظوا درجة ديال اللون ثم اللون التركواز خفيف باضافه الاخضر والابيض لنفس اللون كنديرو تحت على مستوى خط الافق كما ترون احبابي كنطلع به شويه ونضيف اللون الابيض كذلك على نفس الطبقه ونديره نفس المكان ثم ندمج اللون مع اللون يعني اللون التحت كندمجو مع اللون الفوق لاحظوا بفرشاة عريضه كيتكون لي تدرج لوني ثم كنجيب اللون البنفسجي ونضيفه على اللون الاخير اللي درت ونديروا سحاب فوق في السماء بخطوط افقية كما ترون خطين افقيين وندمجهم بطريقة سهلة لاحظوا الادماج ديال الفرشاة كيفاش غادت تبين لي السحابة خفيفة جدا تظهر كأنها من لون السماء كنعاود نكرر اللون او كان المنظر ديالي اللي كيفما كتشوفوا عبارة عن جبال وصخور كبيرة ضخمة لاحظوا الصخور وانسجامها وتماسكها في السماء لاحظوا ثم تلة جبلية معشوشبة وجبل صغير سلام الله عليكم أحبابي طبتم وطاب ممشاكم في حلقة جديدة اليوم إن شاء الله رسم الصخور او كيفيه رسم الصخور في المنظر الطبيعي فكيف ما شفتوا هيئت لون السماء لون تركواز خليط من الازرق والبنفسجي والاخضر ثم أطرت المنظر ديال الصخور ديالي فقبل ما نبدا الحلقه ما تنساوش دائما اشتراك في القناه والضغط على زر لايك والبارطاج بين احبابكم واصدقائكم شدوا معي الرحال وتابعوا معي اللون الازرق مره اخرى والبنفسجي والاخضر وشيء من الاسود قليل من الاسود غندير طلاء للجبل اللي في الخلفيه ديال الصخور لاحظوا درجه اللون ولاحظوا كيفيه الطلاء بسلاسه وبسهوله كنتبع الخطوط ديالي فقط ونملا باللون ديالي حتى احضى بالطلاء ديالي ويبقى اللون يعني بين وظاهر ضروري نختار الالوان اللي غادي تناسب المنظر كما اقول دائما احبابي واللون اللي اخترته دائما نقدر نعتمد على الصورة وندمج الالوان الان اللون نفسه ضفت عليه الاسود والاخضر نفس اللون ضفت عليه الاسود والاخضر اعطاها الطبقة لاحظوا يعني كأنها تظهر فيها اعشاب خضراء هادو فراش فقط اللون الاحمر والاسود والبنفسجي غندير كوكتيل ديال اللون اللي غيعطيني اللون ديال العمق او الظل ديال الصخور لاحظوا طبقه اللون فيها الاحمر والبنفسجي والاسود بطبيعه الحال كنقوي اللون الاسود باش يظهر اللون قوي ويعطيني لون ظل قوي ونبني عليه في الاخير لون الضوء كما دائما وكما افعل دائما كندير الطلاء ديالي بسلاسه وسهوله احبابي وكنختصر لكم هاد يعني هاد العمليه ديال الطلاء ديال لون الظل لانها بين واضحه لاحبابي لاحظوا دائما كنتبع التاطير والتخطير باش ندير الطلاء ديالي بكل سلاسه وبكل سهوله هاد التهيئه ديال الالوان الظل راه كتعطيني المنظر كامل اللون الاخضر اللون الاسود اللون الاصفر ثلاثة الألوان باش ندير المروج اللي تحت الصخور لاحظوا طبقة اللون بالضبط أحبابي طبقة اللون جميلة رائعة من مع المنظر الطبيعي وهكذا نبغيكم أحبابي ديما تكون عندكم الثقافة دي اختيار الألوان وهذه المسألة دائما ما أذكر بها اختيار الألوان كيلعب دور في تكوين المنظر الطبيعي وفي جمالية المنظر الطبيعي وواقعية المنظر الطبيعي لاحظوا الطلاء الآن سالي الطلاء ديال التلة غنمشي للتلة اللي على أقصى اليمين غندير نفس الدرجة ديال اللون لاحظوا طبقة ديال اللون ودرجة اللون الجميلة اللي غتعاوني في ألوان الضوء الآن اللون الأحمر اللون الأبيض اللون الأصفر اللون البنفسجي واللون الاسود باش ندير اللون البني في الطريق لاحظوا دائما طبقه اللون اقول واكرر طبقه اللون مهمه احبابي وهذا كلهم اللي كتشوفو فيهم الوان الفراش نهيئ أمهم اللولين لاحباب المبتدئين اقول بان تهيئه الالوان رائعه وغتعاونكم الان ثلاثه الالوان الابيض ولون الجبل والبنفسجي لون الجبل اللي غندير غن عليه التفاصيل واللون البنفسجي والابيض لاحظوا الفرشات ولاحظوا اللون اللي غادي نختار باش نبدا ندير فيه التفاصيل لاحظوا طبقه اللون اللي غنبدا ندير بها التفاصيل غنبدا نرسم في عروق اللي غتكون لي التضاريس ديال الجبال اللي في الخلفيه احبابي لاحظوا دائما بطريقه إنسيابية وبطريقه مسطحه كنسطح الفرشات باش تعطيني الموتيف ديالي كما سترون وكف... كما ستنظرون الى كل التفاصيل لاحظوا الطريقه الانسيابيه السالسه في صنع الموتيف احبابي في طريقه صنع الموتيف وغادي نغير اللون مره مره غنجيب نفس الطبقه ديال اللون الجبل اللي في الفراش ونضيف عليه اللون الابيض كهنا مثلا او كهنا مثلا باش نغير اللون ما لون واحد لان هنا كاينه تركيبه دي الالوان فيها انعكاسات ديال الجو ديال الاضاءه اللي كاينه في المنظر لاحظوا اللعب بالفرشاة وطريقه رسم الموتيف وكيفاش نجر الفرشاة بسلاسه لاحظوا هنا غيرت اللون نفس الطبقة ديال الجبل ضفت عليها الأبيض كذلك هنا غندير اللون البنفسجي وبنفس الفرشات دائما كنحاول يعني نصنع موتيف ونصنع تضاريس ديال الجبل تعطيني شكل ديال انعكاسات ديال التضاريس كما ترون باللعب بالفرشات وبطريقه اللعب بالفرشات وحاولوا ما امكن تكونوا حادرين في اختيار الموتيف الان اللون الابيض غندير به عروق وغنعطي نوع من التلوج واضاءه للتضاريس ديال الجبل اللي في الخلفيه دائما بنفس الفرشات لاحظوا اللسعات الضوئيه ديال اللون الابيض اللي غيبين تلوج ويعطي اضاءه اللون البني والابيض والاسود غندمجهم باش نعطي الإضاءة للصخور لاحظوا طبقة اللون اللي غادي نخرج من هذه ثلاثة الألوان ثم بنفس الفرشاة غنبدا ندير في الموتيف ديالي ونصنع في إضاءة تبين لي الشكل ديال الصخور لاحظوا طريقة مسك الفرشاة والطريقة ديال الوضعية ديال الفرشاة يعني كنجر بطريقة مسطحة الآن ضفت اللون الأسود يعني دعمت اللون قويته شيئا ما وحاولوا تفهموا احبابي كيفاش كنت تلاعب بالالوان دائما ما من نخدمش بنفس التركيبه دائما نهز من هنا وهناك حتى نكون واحد التداخل اللوني وتنوع لوني في نفس المنطقه ويبان لي الشكل وتبان لي الواقعيه لاحظوا الجرات ديال الفرشات وطريقه جرات الفرشات وكيفاش كنتعامل مع الفرشات احبابي بسلاسة وبليونة اللون البني الآن ضفت عليه الأصفر أعطى طبقة قريبة للبرتقالي إلا أنها غامقة من عائلة ألوان الصخر اللي كنرسم فيها كنديرها على أسفل الصخرة وندخل دائما في التضاريس اللي رسمت لاحظوا الجرات الآن كنضيف على نفس الطبقة ديال اللون القري اللون الرمادي اللون الابيض ونعطي اضاءه لاحظوا الاضاءه بجرات من الفوق فقط بلساعات ضوئيه جميله سهله لاحظوا الطريقه الان ديال مسك الفرشات بنفس اللون وضفت عليه اللون الابيض هنا غيرت درت اللون البني بنكهه الاصفر البني ضفت عليه اللون الاصفر ثم كنضرب بضربات مسطحه وكنطلع بالإضاءة الفوق على شكل خطوط حتى الزاوية تسعين من الصخرة كذلك هنا نضيف كذلك اللون البني والأصفر والرمادي كذلك لاحظوا التركيبة دي الألوان أحبابي يعني من كل لون طرف يعني ما ناخدش لون واحد فقط ضروري ناخد من هنا وهناك باش يبقى التركيبة عندي مدموجة ومتنوعة لاحظوا كذلك هنا اللون البني مع الرمادي و الأبيض بنفس الفرشاة وبنفس الطريقة ديال لي موتيف الآن اللون الأبيض دخلته كإضاءة أخيرة اللي غادي نبدا نرسم به الأحجار والحصى في هذه المنطقة ولاحظوا يعني اللون المظلم اللي غيعطيني يشجعني باش ندير اللون الابيض ويبان اللون الابيض والتركيبة ديالو مع الالوان الاخرى ضفت اللون الاخضر الان باش ندير يعني حصى فيها شيء من المروج والخضره نوع من الحشائش والاعشاب مختلطه بالحصى والاتربه هنا وغتبان لكم من بعد سنكمل الضربات ونستوفي يعني قعد الضربات والتقنيات هنا تتبان لكم التضاريس والاشكال الان اللون الابيض اللون الابيض غنحاول ندير به حصى واضاءه للحصى غنديرو اولا في الصخور ثانيا غنهود به الارضيه التحت نبدا ندير نوع من الاضاءه أو ساعات الضوئيه بضربات مسطحة لاحظوا كان سطح الفرشاة وكان وضع اللون الأبيض وراني دامج اللون الأبيض مع ألوان أخرى ماشي درته بوحدو الآن اللون الرمادي مع الأزرق اللي في الجبل خفيف لاحظوا كيفاش عطى الموتيف هنا وكيفاش بدا يبان يعني الشكل ديال هاد المنطقه انها مليئه بالاحجار والاتربه بشكل رائع وسهل وجميل وبطريقه سهله ندخل اللون الابيض كذلك في الضربات بنفس الاتجاه ديال الفرشاة يعني مائله مسطحه نبقى نجر في الفرشات الان غنتقل للتلة الجبلية اللي فيها المروج خضراء ونوزع اللون الازرق فيها ثم ندخل في الصخور ولاحظوا طبقه اللون الازرق لغندير غندير الازرق اللي درته على اقصى الجبل اللي على اليمين تحت الجبال اللي في مستوى خط الافق لون جميل رائع غيبين ليه انعكاس ديال الضوء على باقي لون الظل ودائما راني خدام بنفس الفرشاة. كنحاول نلعب وندير عروق وضربات جميله لاحظوا الدرجه ديال اللون هو هذا اللون احبابي لون تركواز ضفت عليه اللون الاسود والاخضر شيء من الاخضر والاسود عطاها الطبقه الدرجه وكنوزع اللون شويه كندخل به في لون الظل فقط باش يبين اللسعة والانعكاس الضوئي وكذلك ما تبقى من صخور لون اسود غنضيفه على منطقة لون الظل في الصخر، باش يدعم لون الظل أكثر وتبان القوة ديال لون الظل وراكم غتشوفوا كيفاش غادي يلعب دوره في تكوين الظل في هذه المساحة لاحظوا كنحاول ندخلو ما بين الأحجار والأتربة باش يعطي واحد ظلال وانعكاسات ظلية هنا ويبان الشكل واقعي وتبان الزاوية والمنطقة والشكل ديال هاد الأحجار وهاد السلسلة ديال الصخور لاحظوا مني دخل اللون الأسود تحددات ليا يعني الأتربة والأحجار نفس اللون كذلك الأخضر كنضيف عليه الأسود باش ندير ظل كذلك في زوايا فقط ونبدا نبين في تلال ونبين في يعني علو ديال المروج والحشائش هنا لاحظوا هاد المناطق اللي ظللتها كيفاش غنخدم فوقها الان اللون الابيض والاخضر والاصفر بنكهه البرتقالي لاحظوا هذا مركز لوني بهذه الدرجه لاحظوا كيعطيني واحد النوع ديال الصفرار الرائع وكيحدد ليا اللون ديال المروج اللي غادي نبدا نرسم هنا لاحظوا الفرشات كذلك وكيفاش غادي تكون ليا هاد الحشائش وضربات الحشائش لاحظوا كان يعني كلسع مقدمة الفرشاة برأس الفرشاة كلسع نكون حشائش ومروج كتعطي إضاءة وكتبين يعني الخلفية ديال لون ظل رائعة جميلة كتنسجم معها بشكل رهيب كما ترون وتبدأ تبين لي في المروج وتبين لي في التلة على انها معشوشه مليئه بالمروج لاحظوا ضربات بنفس الطريقه بنفس طبقة ديال اللون ما كنغيرهاش الا انني كنضيف الاصفر بعد المرات واللون الابيض وبنفس الفرشاة دائما كنطلع الى اعلى التله وكنبقى دائما على نفس اللون وبنفس الضربات وبنفس الفرشات ثم الان غنضيف اللون البني الترابي اللي كاين في الارضيه اللي كتشوفوا فيها في الطريق والاصفر على الاخضر اللي كتخدم به وندير مروج صفراء هنا لاحظوا كيفاش كتبان المروج في المنظر وكيفاش كتاسس بالضربات كانها حقيقيه واقعيه بشكل خفيف وجميل وسهل لأحبابي لاحظوا كندير مساحة ما وكنضيف اللون الأبيض واللون الأصفر مرة أخرى ونحاول ندير نوع ديال الرمال والأتربة على التلال كأنها يعني أتربة وصخور لاحظوا بالفرشاة مسطحة وكنحاول سع فقط من الفوق فقط كتبان كانها تلال وجبال صغيره رمليه بطريقه سهله وسلسه احبابي دائما ثم نمشي للجهه اليمنى اللي فيها المروج الخضراء وندير نفس اللون ونفس الفرشات ونفس الضربات باش نعطي مروج مضيئه كذلك يبدا يكتمل لي المنظر شيئا فشيئا لاحظوا الضربات ولاحظوا الزوايا ديال الضربات وكنخلي دائما لون الظل باش يبان الشكل ببعد ثلاثي الان اللون البني كنضيفه على اللون الاصفر وكنحافظ على المساحه ديال الظل مره اخرى ما كنكثرش من الضربات وندخل اللون في اللون لاحظوا باش يكتمل ليا المنظر على المروج الان بنفس اللون الترابي اللي كان في الأرضية ضفت عليه الأصفر والأبيض وغنبدا ندير في عروق بفرشاة لسان الطير غيبين ليا الشكل ديال الطرق اللي كاينين هنا في هاد الجبال والصخور بعيدة طرق ملتوية بعيدة كيف ما كتشوفوا برسم عروق ويعني طريق لاحظوا لاحظوا كيفاش كان نتعامل مع الفرشات الان بنفس الطبقه اللي كاينه في الارضيه غنضيف اللون الابيض وغندير يعني لون الضوء الاول بالفرشات العريضه اللي كنضربها مسطحه كيف ما كتشوفوا كنجر جرات مسطحه باش تعطيني الشكل واللون ديال التراب لاحظوا بجرات افقيه وكندخل الجرات نحو سلسلة ديال المروج لتحت باش تبان الطريق منسجمة متداخلة مع المنظر ما يبانش هناك فرق لأن الطريق داخل المروج جاية يعني هرمية ثم غنزيد اللون الأبيض باش ندير طبقة أخرى ديال لون الإضاءة في التراب طريق وبنفس الفرشاة كنجر حاولوا تركزوا على الجرات ديال الفرشاة احبابي والضربات ديال الفرشات كنحاول دائما نحطها مسطحه ونجر باش يبانوا لي التحديدات ديال الطريق لاحظوا دائما بشكل مسطح باش يعطيني الموتيف يبان الموتيف ديال الطريق ويبان التراب على اساس انه تراب كيف ما كتشوفوا احبابي والاضاءه ديالو الشكل سهل بضربات سهله وبسيطه ونمشي بنفس الفرشات في لساعات اخرى اللي غتبين ليا التناغم اللوني اللون التركواز على الجبل ونختم المنظر ديالي احبابي تركواز غامق لاحظوا وبهكذا نكون انتهيت احبابي احبابي فيلك اتمنى كنتمنى من الله تكون الحلقه عجبتكم وعجبكم المنظر الطبيعي ما تنسوش دائما اشتراك في القناه والضغط على زر لايك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته